وتواصلا للاجتماعات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء، عقد في مديرية الرياشية اجتماع تنظيمي لتفعيل العمل التنظيمي للعام الجاري وتأكيد الصمود والثبات. في إطار الاجتماعات والأنشطة التي ينظمها المؤتمر الشعبي العام في فروع المؤتمر بمديرية محافظة البيضاء لتدشين العمل التنظيمي للعام الجاري، عقد بمديرية الرياشية اجتماعا تنظيميا موسعا لقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية وحرب عبثية استهدفت حياة المواطن ودمرت مقدرات الوطن من قبل تحالف تجرد من كل القيم بمساندة مكونات حزبية تجردت عن أبسط قيم الوطنية، ليقوم المؤتمر الشعبي العام بدوره المعروف للدفاع عن الوطن والحفاظ على منجزاته. وعشق المؤتمر في ظروف استثنائية تمر بها بلادنا من عدوان ممنهج يستهدف اليمن عرضا وإنسانا ومنجزات تحققت خلال عقود من الزمن، ولعل أهمها إنجازات وتاريخ 33 عاما من حكم المؤتمر الشعبي العام بقيادة بان اليمن الحديث وموحد اليمن ومؤسس الديمقراطية والتعددية وصانع المنجزات رجل الحرب والسلام وفيلسوف اليمن الأخ الزعيم علي عبد الله صالح ابن اليمن الزعيم رئيس الجمهورية السابق الذي قاد الوطن في أيام حكمه إلى بر الأمان، وسار سيرة حكيمة ولازم حلفها وأكيد الشعب اليمني، وسلم الحكم له القدرة أن يخوض المعارك بقوة. قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام تجدد العهد والوفاء لقيادتهم السياسية والتنظيمية ومواصلة النضال حتى تحرير كل شبر في تراب وطنهم من دنس الاحتلال، فقد كان المؤتمر الشعبي العام همه الوطن، كشفت الأزمات المتلاحقة والمؤامرات الدولية منذ الربيع العبري الأقنعة عن وجوه من حاولوا التغني بالوطن. المؤتمر الشعبي العام في المديريات نحن مستعدين باسم المديرية الرئاسية بجدد مكوناتها السياسية والدولية، نحن جميعا مع الوطن. المعترضين الذين يجسدون الصورة الحقيقية ويعبرون عن الشعب اليمني، ونحمد الله أننا نجتمع بعد حصار عامين ودخولنا في العام الثالث. ومن هنا نجدد لك العهد والولاء قيادة وأعضاء وحلفاء مديرية الرياشية بأننا سنبقى مستمرون وثابتون وصامدون جنبا إلى جنب مع الجيش والرجال الشعبية في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم. عدد من الكلمات والمداخلات أكدت ضرورة تفعيل العمل التنظيمي في مختلف المراكز التنظيمية، وكشفت حجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، ما يستوجب من الجميع وحدة الصف وتوحيد الجبهة الداخلية. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، محافظة البيضاء.